احنا دايما نتكلم عن الستات اللي هم فرعنه حكموا ونقول حتشبسوت حكمت. القانون المصري القديم في الوقت ده ما كانش الست من حقها تحكم، كان اللي بيحكم فقط الرجل، لكن الرجل لا يمكن ان يحكم بدون المرأة، لان إزيس لما بكت على موت اخوها أوزيريس دموعها عملت نهر النيل، وهي اللي ربت حورس عشان ينتقم من الشر، فبالتالي المرأة هي أو الملكة كانت زوجة الملك الحي وأم الملك القادم، يعني بدونها مبقاش في حضارة، لكن مرسوم لها طريق. يعني إن هي تبقى ملكة بتحكم مش مهم.